اهلا بحضراتكم من جديد. المكسب حلو الحقيقه، الصور اللي بنتفرج عليها حقيقه يعني المكسب جميل، ولما بيكونوا يعني ولاد رجاله وابطال ومدربهم حاجه يعني بتبقى يعني كابتن اشرف عواد راجل من ظهر الراجل زي ما بيقول. برحب طبعا بضيوف اللي منوريني دلوقتي في الاستوديو، نجوم 2002 مرتبط كره اليد، الكابتن علي الليسي او اللاعب علي الليسي سنتر هاف الفريق. اهلا بيك يا علوان. اهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك، انت نصيب الاسد في الصور يا باشا. ربنا يديك الصحه يا رب. وبنرحب طبعا بمحمد ايهاب لاعب الفريق الدايره الدفاع اللي بيشبهوه بالمصري. اهلا بيك ايهاب. اهلا ان شاء الله بحضرتك. وحش كده زي المصري؟ ان شاء الله. مبروك. لا باين ما شاء الله اكبر عليك. ايهاب قول لي، يمكن السنه دي كانت سنه صعبه يعني من الماتشات اللي شفناها وتابعناها، كان عندك سبورتنج جامد، الزمالك برده جامد، عندك طلائع الجيش، البنك الاهلي. بدليل ان اللي خد الكاس وكان في الفاينل معانا طبعا ماتشات الكاس ملهاش حساب كان البنك الاهلي، يعني مش فالماتشات كانت جامده وصعبه. الموسم ده يعني استفدت منه ايه؟ اكيد كان موسم صعب جدا، حتى زي ما حضرتك بتقول الكاس كان صعب وملوش حسابات، حتى احنا في الكاس وقعنا في طريق صعب. احنا في دور 16 كنا مع الجيش. ده دور 16؟ دور 16 مع الجيش. دور 8 زمالك، احنا طلعنا الزمالك من دور 8. ايه ده؟ نص نهائي شمس، النهائي كان البنك، الحمد لله ربنا ما اردش، بس عملنا ماتش كويس. القرعه جامده ليه كده؟ احنا تقريبا ده اول كاس القرعه تبقى فيه جامده كده. ممكن عشان السنه اللي قبليكم مثلا، الجيل اللي قبليكم مثلا ما حققش نتيجه، عشان كده بتخشوا بالترتيب ولا ايه؟ ممكن، الله اعلم. بس احنا لا الكاس مالوش علاقه، ده هو القرعه. والقرعه لا القرعه كانت تقريبا اكتر مره الكاس يجي لنا ومع ذلك وصلت فاينل. وصلنا فاينل الحمد لله، وربنا ما اردش، خسرنا فرق واحد بس الحمد لله. احنا ساعدتوا بعض، لازم دوري مرتبط. الدوري ما كانش فيه كلام. ما كانش في اسم على اثنين، يعني هو لازم الدوري خلاص. طب انت بالنسبه لك كدفاع اصعب ماتش قبلك، انت دايما بتقول لا الماتش ده رخم، يعني دايما مثلا لو سالت المدافع يقول لك في ماتشات يبقى مش مريح بس يعني مش فارد عضلاته قوي، وفي ماتشات بيبقى الهجوم عليه بشكل رهيب، ايه الماتش الجامد قوي عليك وضغط عليك دفاعيا ايه؟ هو زي ما قلت انا الدفاع اكتر، دفاعي اكتر. ماتشات الزمالك كلها، احنا لعبنا ثلاث ماتشات الموسم ده الزمالك، اثنين في الدوري وواحد في الكاس. الحمد لله الثلاث ماتشات انا بنزل بادي بدور كويس جدا، وحتى ببقى مش ببتدي الماتش بس بضطر انزل عشان ده اكبر طبعا، ده الوقت اللي بقى كده اهم من بدايه الماتش. الحمد لله. وخلي بالك انت النهارده يمكن من احد، لو طالما انت كلامك كده يبقى من احد عناصر تفوقنا يمكن في ماتشات الزمالك اللي حصل ده، وجود دفاع قوي وكان الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كان ربنا وحده يعلم. يعني كابتن اشرف عواد كان مديني الثقه جامد في حوار الدفاع ده، اللي انا هنزل هقفل الدنيا وان شاء الله الدنيا بتعدي. يعني شكلك لعيب راجل ما شاء الله، ربنا يخليك. اتمنى لعيب زيك في الفريق. ربنا يخليك. كابتن علي اجي لك بقى. حلوه. سنتر هاف ده مايسترو الفريق، المدرب في الارض الملعب، ايه الماتشات اللي انت كنت فيها حاسس ان لازم اركز قوي، لا الماتش ده ما ينفعش يعني افقد تركيزي ثانيه؟ طبعا ثلاث ماتشات الزمالك دول ليهم حسبان تاني خالص، لازم طبعا من قبلها باسبوع واحنا بنفكر في الماتشات دي، فدول اكتر ماتشات طبعا بتبقى مركز فيهم. كل الماتشات اللي قابلتنا لازم بنركز، بس ماتشات الزمالك دي ليها بطوله ثانيه، دي حاجه ثانيه خالص، دي بره بقى ما شاء الله. 2002 قعدت 21 سنه يعني خلاص تعتبر درجه اولى يعني، فكان دي ليها طعم ثاني حتى في المكسب. فدي كانت اهم حاجه. ماتشات سبورتنج اخبارها ايه؟ ماتشات سبورتنج طول عمرها فرقه ند معانا، وهم فرقه كويسه جدا طبعا، ليهم كل احترامهم. عرفنا نكسبهم السيزون ده، اخر ماتش لينا كان معاهم الفاينل، كان اخر ماتش في الجيل بتاعنا، وكان هو الحاجه الوحيده اللي هنفتكرها في الاخر كده، اللي زي ما بيقولوا هنفتكرها. فاكر كسبنا كام ماتش؟ كسبنا فرقه اربعه تقريبا. ما شاء الله كبير، كمان فرق كتير، الله اكبر. طيب وكان كان اخر ماتش فاينل خالص، كان اول لاست يعني خالص، كان ماتش سبورتنج في الزمالك. طيب ايه الماتشات اللي انت كنت شايف مثلا انه يعني بريك بوينت، يعني لا قدر الله يعني مش لازم يبقى الفاينل، ممكن في ماتشات في اثناء الموسم هي دي اللي بتاكد انت لازم هتركب، ايه الماتشات اللي كانت بريك بوينت او ماتش انتوا شايفينه كان مهم جدا وخلاكم تعدوا عنق زجاجه؟ ماتش الزمالك اللي قبل سبورتنج على طول، او ماتش الجيش كمان كان ماتش اللي قبل الزمالك. ده اللي دخلنا، هو ده اللي دخلنا. ما احنا طالعين من خساره كاس، في ان احنا داخلين اول ماتش الجيش، فدي اللي جت في النص. فجت قبل الماتش باربع ايام، فقلنا لازم هي دي النقطه اللي كان جالكم احباط، وكان ما هي دي المكسب ده. ماتش الجيش هو اللي دخلنا تاني، اللي هو احنا لازم دوري مرتبط، خاصه ان ماتش الكاس ما كانش حد متوقعه بالظبط، اللي هو كان كله جات لنا صدمه. وليه ماتشات الكاس بتبقى كده؟ والله القرعه الموسم ده جت يعني دخلت علينا، ان احنا الماتشات كلها لعبنا كده، اتزنقنا في شهر كده 10 12 ماتش وكلهم ماتشات اقوياء، فمع اصابات مع شويه حاجات كده يعني، فبس الحمد لله عدت يعني.